يتعلق بمسألة ما أورده عن صحيح البخاري وعن الأحاديث، أنا أعذر الأستاذ الدكتور جابر عصفور لأنه لم يقرأ الشروح، هو قرأ حديثا فقط، لكن لو قرأ شروح هذه الأحاديث ما ظن فيها مثل هذا الظن. أولا الإمام البخاري انتقى هذا الكتاب من 600,000 حديث صحيح، وأخذ يتمعن ويدقق ويشترط في الراوي ويشترط في المروي وفي الإسناد وفي المتن، وعرضه على جميع علماء عصره وليس فيه حديث واحد ضعيف. وأشهد الله أنني عشت مع هذا الكتاب 17 عاما متتابعة، ما فارقتني مراجعه ولا الكتاب في حلي وترحالي، حتى في الحج حتى في القرية. وانتهيت هذا العام بشرحه في 16 مجلدا، كل مجلد 600 صفحة. وأشهد الله أنني بعد التدقيق والتحقيق والرجوع للشروح القديمة والحديثة ما وجدت فيه حديثا واحدا ضعيفا. إلا أن ما ذكره الدكتور جابر هذا أمر أخذ للحديث على شكله العام، وهذا ما حذر منه الإمام علي بن أبي طالب وقال: لا تحدثوا الناس بكل ما تعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وكما قال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، لأنهم لم يقعوا على شرح الحديث ولا على المراد به. فأنا أريد أن أقرر بأن جميع ما في صحيح البخاري أحاديث صحيحة، وأنه أصح كتاب بعد كتاب الله، وأن الأمة تلقته بالقبول خلفا عن سلف وإلى يوم. هذا موضوع انتهى منه المحققون وكبار المحدثين. نعم في أحاديث كما تفضل قد يومئ ظاهرها بأنها لا تتمشى مع العقل، لكن أي عقل؟ العقل البشري العادي. يعني هل يا يرجع دكتور، هل يا دكتور يرجع إلى هل الشرق. تنزل هل تنزل حديث البخاري منزلة القرآن؟ لا طبعا، بس هو ده عندي أصلان مصدران. الأصل الذي لا شك فيه هو القرآن الكريم، القرآن فيما الكريم عدا هذا، فيما عدا هذا صحيح. يؤخذ ويرد. الحديث صحيح حضرتك صحيح. أستاذ حديث الذي يؤخذ، وعارف أن في حديث صحيح وحديث مرسل وحديث منقطع وحديث متواتر وحديث آحاد، وانت عارف وانا عارف. خد بالك اصلا كمان من حسن حظي ان انا قمت بتدريس علم الحديث.